ارسال الطاقة الناتجة عنها إلى بقية الأعضاء. يعد التمر ذو قيمة غذائية عالية، إذ يحتوي على 70% من السكريات و 20% بروتينات و 16% مواد دهنية نباتية خالية من الكوليسترول، 13% ماء، وهو أيضا غني بالأملاح المعدنية، خاصة الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والفوسفور، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية القاعدية خاصة الكالسيوم والبوتاسيوم، فهو أفضل ما يؤكل لمعادلة حموضة المعدة والدم. ويساعد التمر أيضا على المحافظة على كل معادلات التفكير حتى لا يصاب العقل بالإيجاد المبكر، وذلك لأنه يحتوي على نسبة جيدة من عناصر الفوسفور، وبما أن التمر غني أيضا بفيتامين ألف، فهو يحافظ على رطوبة العين ويمنع العشاء الليلي وجفاف الملتحمة، ويعمل أيضا على تقوية الأعصاب البصرية. وتشير بعض الدراسات إلى أن التمر يساعد على الوقاية من مرض السرطان. الترمس يكثر في السهرات الرمضانية على تناول الترمس، فهو نوع من أنواع الحبوب الشبيهة بالحمص، وهو من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، فكل 100 جرام منه تحتوي على 9 جرام من الماء و40 جرام بروتين و26 جرام كربوهيدرات و